شيء انت مع ان الفنان يكرر ادواره يعني نجحت انت فنان خلاص قاعد تقعد تسوي ست سبع مسلسلات ايه او سبع يمكن ايه هذا اللاين مالك ما في مشكله اذا انت نجحت بالدور الضابط حلو كمل فيه بس عاد مو نفس القصه مم. يعني وايد ترى نجوم مثلوا دور ضابط واستمروا فيه وايد وايد